السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون، هذه الرسالة التي أوجهها شخصياً إلى قائد الأركان الجيش الوطني الشعبي. ها قد انكشفت خيوط المؤامرة الدنينة التي كنا وما زلنا نحذر من خلالها الشعب الجزائري الطموح لبناء دولة جديدة أساسها ديباجة الدستور، في جملتها الأولى أن الشعب حر مصمم على البقاء حراً. في الحقيقة لم نكن ننتظر منكم الشيء الكثير، خاصة مع تجاوبكم السلبي للحراك الشعبي منذ بدايته حينما اتهمتموه آنذاك بأن أطراف مغرضة هي من تحركه. يخرج الملايين من الجزائريين، يفوق عددهم الهيئة الناخبة التي دعوتموها أنتم ورئيس دولتكم الذي نصب نفسه عدوة رغم رفض كل الجزائريين له. يخرج هؤلاء لتصفهم بالغوغائين والمتربصين بالوطن، والله يعلم ألا أحد تربص بهذا الوطن المفدي إلا هذه العصابة التي ما زالت تحمونها باسم الدستور ومؤسسة الجيش. عندما شعرتم بأن الموج قد جرفكم أردتم أن تركبوه كغيركم من الوصوليين، وحاولتم على مضض امتصاص غضب الهبة الشعبية، فزعمتم أنكم فردا من أفراد هذا الشعب تشعرون بآلامه وآماله، ولا يمكنكم إلا الانصياع لمطالبه المشروعة وتحقيقها كاملة غير منقوصة، أو هكذا زعمتم. توالت الأسابيع الجمعة تلو الأخرى، وتوالت معها تصريحاتكم المنعقة بكلمات رنانة ومزيفة. كنتم تظنون أن الشعب الجزائري سيسقط في فخها ويجعل منكم بطلا مغورا ومنقذا هماما. وعدتم الجزائريين أنكم ستسقطون هذه العصابة ولن يهدأ لكم بالا حتى تفعلوا المادة السابعة من الدستور التي تمنح للشعب كل السلطات المطلقة، لكنكم أسقطتم كل مواد الدستور لتلتفوا بعد ذلك على مادة 102 التي طالبنا بتطبيقها قبل سنوات، والآن وبعدما أصبحت خاوية المضمون فعلتموها وكأني بكم تريدون إحياء ميت، وقد أسمعتم لو ناديتم حيا لكن لا حياة لمن تنادي. خلال أكثر من شهر ونصف من مناوراتكم التي حاولتم أن تخمدوا بها ثورة الشعب، مسالم خرج على بكرة أبيه ينادي من أجل تحقيق مطالب شرعية أهمها تأسيس لدولة الحق والقانون وبناء جمهورية جديدة تسع لكل الجزائريين بجميع انتمائهم ومشاربهم، لكنكم صممتم آذانكم لنداءاته المتكررة وأثرتم الانحياز للعصابة التي عاثت فسادا في البلاد والعباد. زرعتم ذبابكم الإلكتروني في كل الفضاءات الاجتماعية وأمرتموهم بمهمة قذرة تتمثل في محاولة التجريح في شخصيات وطنية بعد التفاف الحراك الشعبي حولها. وبعد أن تأكد لكم بما لا يدعو إلى الشك أن هذا الشعب الأبي قد تفطن لمخططاتكم الدنينة وأنه ماض في مطالبه وسيبقى يحتل الشوارع والساحات حتى الإذعان لجميع مطالبه أو يهلك دونها، لجأتم إلى استعمال أساليب التخويف والتخوين، بل وصرحتم بكل وقاحة بأن مطالب الشعب أصبحت تعجيزية وأنه لا بد له أن يتنازل عنها. حاولتم استغباء الشعب بأن القضاء الذي أصبح مستقلا سيلاحق كل المختلسين، وأن ما قمتم به لم يكن إلا مسايرة للدستور، وكأننا لا نعي ولا نفهم ما يدور حولنا من محاولات يائسة لتطويق هذا الحراك واختطاف الثورة من الشعب. عن أي قضاء وعن أي استقلالية وعن أي دستور تتحدثون؟
والجزائر ما زالت تحكم من طرف شرذمة أهلكت الحرث والنسل. كثيرا ما سمعنا عن بطولاتكم عندما تقبضون على إرهابي مدججا بخراطيش وبندقية صيد غير صالحة للاستعمال بالعصابة، وتروجون لها بأنها عملية نوعية، وبالمقابل لا تحركون ساكنا لمن سميتموهم بالعصابة التي تتآمر على الوطن. هل يعقل هذا التخاذل وغض الطرف عن هؤلاء الذين هدموا كل المؤسسات الدستورية وأسسوا لنظام حكم شمولي ممنهج استفزوا من خلاله كل مقدرات البلاد وأوصلوا إلى الإفلاس؟ أنتم بالذات أيها الجنرال ساهمتم لسنوات عديدة في كل المآسي التي حلت بالوطن بصمتكم المطبق على كل ما يحدث من اختلاسات فظيعة وهدم للبنية التحتية للوطن، بل وحمايتكم لما أسميتموه أنتم بالعصابة، لتأتوا اليوم وتزيدون من روع الشعب بتخويفهم من تربص بعض الدول التي ما زالت لها خلف تاريخية، وهي تحاول الآن أن تؤجج الحراك الشعبي كما تزعمون دائما وأبدا، وهي محاولة فاشلة لزرع الشك في نفوس أبنائنا. هل تعلمون بأن الشعب الجزائري الآن قد التف أكثر من أي وقت مضى مع أفراد الجيش الشعبي الوطني، وأصبح أكثر من 40 مليون جزائري كلهم جنود مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل استقلال هذا الوطن؟ فلا تزايدوا على هذا الشعب، فهو ليس بحاجة لدروس مزيفة في الوطنية. ثم أين كنتم عندما كان ختم الرئاسة يجول بين أفراد تلك العصابة تستعمله في ضرب وحدة وأمن الوطن؟ ألم تكونوا معهم؟ لماذا سكتتم على من سمح للطائرات الفرنسية أن تخترق أجوائنا؟ لماذا لم تتحركوا عندما قررت عدونا التاريخ استفزازنا والطعن في أحفاد الشهداء لما اختاروا تاريخ 5 جويلية لاستقبال طلبات التأشيرات، وهو تاريخ لم يأتي إلا بعد أن ضحى هذا الوطن المفدي بخيرة شبابه فضربت عزة البلاد في الصميم؟ قبل هذا وذلك، من أعطاكم الحق في أن تتخذوا قرارات نيابة عن الشعب وتتحكم في السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى السلطات القضائية التي أصبحتم تأمرونها بتحريك دعاوى ضد الفساد وكأنكم أصحاب الأمر والنهي، وتناسيتم في خضم هذا الخرق الصارخ للدستور مهامكم التي حرسها الدستور في المادة 28 والتي تعدو بأن تكون حماية وسلامة وأن تكون حماية وسلامة وأمن الوطن وليس تسيير شؤون العامة التي يتولاها المدنيون؟ من أعطاكم الحق في الحديث عن السياسة وأنتم بالزي العسكري؟ إذا أردتم أن تختاروا طريق السياسة فلكم ذلك، لكن بشرط أن تنزعوا عنكم البذلة العسكرية التي ليس لها مكان إلا الثكنة، لأنها ملك لربعين مليون جزائري، وبعد ذلك لكم أن تؤسسوا حزبا وستعرفون وزنكم الحقيقي مع هذا الشعب الذي أصبح يلفظكم بالبذل العسكرية أو بدونها، وتحداكم أن تفعلوا ذلك وسترون الحقيقة بدون زيف أو تملق. وأنا من خلال هذه الرسالة أدعوكم أن تلتحقوا بالحراك لتعرفوا عن كثب من يكون هذا الشعب الذي أخطأتم في حقه لعقود من الزمن. أمر آخر، بأي حق حولت عاصمة الجزائر بغزة فأغلقت جميع المنافذ المؤدية لها واستعملت بذلك رجال الدرك ليمنعوا إخوانهم من الدخول إليها بدون وجه حق؟ ألم تسمع هتافات متعالية تنادي بأن الشعب والجيش والدرك خوا خوا؟ ألم تسمع هتافات متعالية تنادي بأن الشعب والجيش والدرك خوا خوا؟ لماذا تواجه هؤلاء بإخوانهم؟ إننا نطالبكم
بأن تتنحوا كلية من هذا المنصب وتتركوا مكانكم للشباب الطامح لبناء جزائر خالية من الفساد والفاسدين. نعم يجب أن تتنحوا، فقد أذيتم هذا الشعب بما فيه كفاية وأصبح يرفضكم ويرفض كل قراراتكم، كفاكم استفزازا وتجبرا، فالوطن فاض بكم وبظلمكم، ارحلوا قبل أن يضيع هذا الوطن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.